في خطوة مستهجنة تؤكد النهج العنصري للسلطات الإسرائيلية، تخطط وزارة الإسكان شارعا لمدينة ديمونا لا يقطع أوصال قرية أم رتام في النقب فحسب، بل ممنوع على المواطنين العرب البدو استعماله. بالنسبة لهذا المخطط، مخطط شارع 5، هو مدخل لمدينة ديمونا من شارع 25. هذا الشارع يخدم فقط سكان ديمونا ولا يخدم قرية أم رتام، بالعكس هو يقسم البلد إلى بلدين. في عندنا مخطط اللي هو شارع 5 الدخل لديمونا من الشمال. هذا التخطيط بيجي في نص القرية اللي هو يعني كيف بتقولها، بمزق أصالة وصول القرية. وكان الأهل قدموا اعتراضا ضد الخارطة الهيكلية التي قدمتها وزارة الإسكان وبلدية ديمونا لشق شارع للمنطقة الشمالية في المدينة اليهودية، اشتمل على شرط يقضي أن يكون الشارع مغلقا أمام المواطنين البدو من القرى المحيطة. كما طعن الاعتراض بضرورة الشارع المقترح وشرعيته حينما يؤدي إلى هدم مجموعة من البيوت والمباني داخل القرية ويمنع إمكانيات تنظيمها مستقبلا. اليوم بحكي عن قصة المخطط المقترح واللي رايح يقسم القرية لقسمين، مخطط عنصري اللي هو مخطط لشارع رقم 5 دخلة ثالثة لمدينة ديمونة. المخطط هذا يتغاضى عن وجود الناس في القرية، عن قرية أم رتام، قرية تقريبا فيها 3000 نسمة تفتقر لكل الخدمات. يعيش في أم رتام نحو 3000 نسمة، وبالرغم من عدم تقديم الخدمات وعدم وجود مؤسسات ومدارس في القرية، يأبى الأهل إلا العمل على تحسين ظروف حياتهم بمجهودهم الذاتي.